قالت دبلوماسية كبيرة في الاتحاد الأوروبي أن دول أوروبا ستبذل ما في وسعها للحفاظ على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي رغم شكوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قالت هيلغا شميت الأمين العام لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هذا الاتفاق ليس ثنائي بل هو اتفاق متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن أوروبا لديها مخاوف بأن دور إيران في الشؤون الإقليمية، إلا أنها أوضحت أن تلك المسائل ليست جزءا من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.